لتعلم عبد الله أن الدعاء في هذا الشهر في النهار له فضل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البيهقي: ثلاثة لا ترد دعوتهم. ذكر منهم الصائم حتى يفطر، يعني من حين ما تمسك من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وهذا الزمن كله محل للدعاء ومظنة لإجابة الدعاء، وآكد ما يكون عند الفطر بما عند ابن ماجه: للصائم عند فطره دعوة لا ترد ولا تنسى أخي. إخوانك المسلمين في كل مكان،